نقل مراسل العربي في فيينا عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إنهم لم يتوصلوا بعد إلى حل فيما يتعلق بالقضية الشائكة حول أجهزة الطرد المركزية المتقدمة التي تستخدمها إيران لتخصيب اليورانيوم. وقال الدبلوماسيون في إفادة للصحفيين إن القوى الأوروبية ما زالت تنتظر تأكيدات لها بأنها ستتمكن من استئناف المحادثات النووية مع إيران من حيث توقفت في يونيو حزيران الماضي. وأكد المسؤولون أنه تم حتى الآن الانتهاء من صياغة ما بين 70 إلى 80% من نصوص اتفاقية المحادثات. وقد شدد الدبلوماسيون على ضرورة التوصل إلى نتائج، لكن من دون فرض مواعيد نهائية مصطنعة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران دخلت المفاوضات بجدية وحسن نية، شريطة أن تكون النتيجة الإلغاء الفعلي لجميع العقوبات. وفي اجتماع مع رئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران مسعود مير كاظمي، أكد عبد اللهيان أن وزارته تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي وعقد اتفاقات وتحالفات متعددة بما ينعكس إيجابا على صادرات إيران وتسهيل تجارتها. بتفاؤل حذر ترحب طهران بنتائج الجولة الافتتاحية لمفاوضات فيينا النووية. عناوين الصحف الإيرانية على اختلاف توجهاتها تكشف ذلك بوضوح. تفاؤل تصر طهران على أن طريقه لن تكون معبدة إلا برفع كامل للعقوبات مع إمكانية التحقق من ذلك. وحذر ينتقل من أروقة السياسة إلى الإعلام من مماطلة غربية وضغوط إسرائيلية كما يسمونها. أيام معدودات يحدد فيها الوفد الإيراني المفاوض أسس الجولة الجديدة ليعود أدراجه للتشاور هنا في طهران. إذا رفعت واشنطن عقوباتها فإن الأمور ستسير بسلاسة ويعود الجميع إلى تعهداته. العقدة هي في انسحابها وعليها بناء الثقة. لا استجابات بعد في سوق طهران لأجواء فيينا الإيجابية. بعيدا عن السياسة، تواصل العملات الأجنبية تحليقها أمام الريال الإيراني. رغم ذلك تواصل طهران البعث برسائلها. ميزانية البلاد للعام المقبل أعدت مع افتراض بقاء العقوبات، فيما تؤكد الخارجية الإيرانية أن دورها الاقتصادي سيتركز إلى جانب العمل على رفع العقوبات، على نسج تحالفات وعقد اتفاقيات تسهل التجارة الإيرانية وتعزز الصادرات خصوصا مع دول الجوار. الاختلاف الأساسي في هذه المفاوضات هو أن إيران اقتصاديا بات لديها خيارات أخرى، من الصين إلى دول الجوار التي تعزز علاقتها معها، وهذا يعزز موقفها. يدرك الإيرانيون أن مفاوضات فيينا ليست سوى انطلاقة في طريق ستكثر محطاته، لكنهم يأملون ألا يطول. تترقب طهران لحظة رفع العقوبات عن كاهل اقتصادها، وتترقب واشنطن لحظة عودة القيود إلى المنشآت النووية الإيرانية. وبين هذا وذاك معركة كسر عظام في فيينا لا يرغب أحد أن تسجل نهاية فاشلة قد تنذر بما هو أخطر. حازم كلاس، العربي، طهران. ويبقى معنا حازم كلاس من طهران وأيضا من فيينا موفد العربي زاهر عمرين. زاهر، أبدأ معك لتضعنا في جو محادثات اليوم الثاني من المحادثات الرسمية في فيينا، وكيف تحول الموضوع من أجواء تشاؤمية إلى يعني جدية والقول بأن نصل اتفاق تقريبا مكتمل باستثناء بعض التفاصيل التي لا يزال الأطراف عليهم يعني التواصل إلى حل بشأنها؟ بالفعل نجلاء، يعني هو تحول كبير لكنه حذر في ذات الوقت. نص الاتفاق أنجز من قبل الجانب الأوروبي، لا يعني هذا أن يكون هنالك موافقة أمريكية عليه ولا موافقة كذلك إيرانية. تلعب أوروبا هنا دور ربما أقرب للوسيط، يعززه طبعا الموقف الروسي والموقف الصيني الداعم لإيران. لكن هنالك أيضا السؤال المعضلة بالنسبة للأوروبيين وكذلك للأمريكيين،
ما الذي سيتم فعله بأجهزة الطرد المركزية التي تستخدمها إيران، التي وصلت طبعا وفق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى 60% من تخصيب اليورانيوم، في حين أن النسبة المطلوبة 90%، وإن استمرت بهذه الوتيرة بحسب تقديرات الخبراء تحتاج فقط لأسابيع لتحصل على اليورانيوم المخصب الذي يمكن استخدامه لاحقا لإنتاج السلاح النووي الذي تخشى الدول الأوروبية منه. لكن على العموم هنالك يعني تفاؤل حذر، وهنالك أيضا لهجة تشكيك من قبل الدبلوماسيين البريطانيين الفرنسيين وكذلك الألمان بالموقف الإيراني. البارحة كان هنالك تصريح لأنريكي مورا المنسق الأوروبي لهذا الملف، قال بأنه اتفقت القوى مع طهران على البدء من حيث توقفت محادثات يونيو أو الجولات في يونيو، لكن اليوم عاد هؤلاء الدبلوماسيون الأوروبيون وقالوا بأنهم ينتظرون تأكيد من طهران من أجل الاستئناف من حيث توقفت المحادثات سابقا. نعم زهر، أتحول إليك حازم لتضعنا أكثر في الموقف في طهران وكيف تتابع هذه المفاوضات، وهل الدخول في تفاصيل يعني تقدم التخصيب أو تقدم البرنامج عموما بتفاصيله فيما يتعلق بأجهزة الطرد توضع في شكل متوازي مع العناوين الكبرى التي كانت تستبق بها المفاوضات طهران بالقول بأن رفع العقوبات هو الأولوية وتشديد على ذلك؟ بداية نجلاء، يعني كما قال زاهر، ربما الحديث عن هذا التقدم المفاجئ من قبل دبلوماسيين أوروبيين هو يعبر عن وجهة النظر الأوروبية، لأن مصادر مطلعة هنا في طهران قالت لي في الواقع قبل قليل بأن هذا الكلام غير صحيح، لم يحصل هكذا تقدم والأمور لا تزال في بداياتها، والأمر كله متوقف على تعهدات أمريكية وضمانات أمريكية برفع العقوبات. ما حصل اليوم بحسب هذه المصادر هو اجتماع للجنة رفع العقوبات. أما ما يخص البرنامج النووي الإيراني فستلتئم اللجنة الخاصة به في فيينا يوم غد الأربعاء، وبالتالي الحديث عن أجهزة الطرد المركزية في إيران لا يزال مبكرا حتى الآن. ما يهم إيران بالدرجة الأولى هو رفع العقوبات. إيران بعد جو من التشاؤم نوعا ما أو من القلق قبل انطلاق مفاوضات فيينا تبدل ذلك إلى تفاؤل حذر. لماذا تفاؤل حذر؟ لأن علي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين قال بوضوح بأن جميع المشاركين في اجتماع فيينا، جميع دول الأربعة زائدا واحدا، اعترفوا بأن العقوبات الأمريكية، الانسحاب الأمريكي هو المشكلة، ويجب أن يوجد حل لهذا الموضوع من خلال رفع العقوبات. المشكلة الآن تبدو هنا في طهران بأن طهران تريد من واشنطن أن تكون هي البادئة في ذلك. عدنا إلى المربع الذي كنا نتحدث فيه خلال الجولات السابقة، من يبدأ أولا؟ ربما هذه هي العقدة. التفاؤل الإيراني يكمن من أن الجميع اعترف، ولكن الحذر هو من التردد الأمريكي في ذلك ومماطلة المفاوضات كما يقولون، والضغط الإسرائيلي من خلال جولة وزير خارجية إسرائيل في أوروبا. حازم كلاس من طهران وزاهر عمرين من فيينا، شكرا لكما. قال وزير